أنا محمد نبي مصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. يا من تقاعس عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلمه الآخرة. يا من تقاعس عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ومتى منعك أشهدك قهره فهو منيب لذلك متعرف إليك ومؤمن بوجود لطفه عليك. متى أرضاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. متى أرضاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا وإياكم بإرشاداته وتوجيهاته وعلومه وحكمه في الدارين آمين. متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف علي إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. ولا زال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن المعاملات التي ينبغي أن تكون للعبد مع ربه، وعن الفهوم التي ينبغي أن يفهمها وأن يعرفها في معاملات مولاه له. فإن الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور وفي كل هذه الشؤون والتقلبات والعبادات يريد من العبد أن يتعرف على ربه، ولكنه هذه العبادات أنت مهديها إليه وتريد أن تتعرف أنت، لكن ما يقضي به الله تعالى ويقدره لك وعليك هو مقبل به إليك لأجل أن تعرفه. فقال متى أعطاك أشهدك بره، فالبر لأجل أن تشهد البر، والإحسان لأجل أن تشهد المحسن، والإنعام لأجل أن تشهد المنعم حقيقة، والإكرام لأجل أن تشهد المكرم سبحانه. وذلك أن هذا العطاء يوافق هواك ومرادك وتراه أنت إحسانا، والآخر الذي لا يوافق مرادك وهواك قد لا تتصوره في نفسك أنت إحسان، ولكن لو كشف لك عن حقيقته لرأيته كذلك إحسان. فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من والديهم بهم ومن أنفسهم بأنفسهم،
أو أرحم بهم بأنفسهم من أنفسهم بأنفسهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فكثير من الأشياء التي أنت تراها في نظرك إحسان وتريدها لنفسك، ولو أنك أعطيتها لكانت مضرة بك، وربما كانت المسار عين المضار، وربما كانت المضار سببا للمسار. وما كانت الأشياء التي تراها أنت سرور تكون فيها ضرر، وربما كان الذي تراه أنت ضرر في الحقيقة هو السرور حقيقة، وهو عين الحكمة الإلهية. والآية هذه إذا فتح لك باب الفهم في، كما قال ابن عطاء الله، إذا فتح لك في المنع عاد المنع عين العطاء. إذا فتح لك باب الفهم في المنع، في المنع منعت من هذا لحكمة، حيل بينك وبين هذا لحكمة، وهذه الحكمة لابد أن توقن بها في نفسك، توقن، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولا يكون في ملكه إلا شيء لحكمة، قد تفهمها أنت وقد لا تفهمها، لكن إذا فهمتها ولو بعد حين فاحمد الله على رعايته وعنايته، وإن لم تفهمها فقل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واقرأ قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم، واقرأ قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير. واللطف وهو إيجاد الأشياء في صور أضدادها، كما ليوسف صيره عبدا لكي ينال عزا وملكا ربه تعالى، لطف أحسن القصص، وهو إيجاد الأشياء في صور أضدادها، عبودية سيدنا يوسف لأجل أن يكون بعد ذلك ملكا، وإلقاء سيدنا موسى في البحر وتربيته في بيت فرعون للعناية به، هذا فرعون الذي يقتل الأولاد هناك يتربى سيدنا موسى، وهذا البحر الذي يغرق الناس هناك ينجو سيدنا موسى. بس على ذلك التصريفات الإلهية والحكم الإلهية ليست هي عقل الإنسان أو فهم الإنسان، الإنسان قد يفهم شيئا منها، ولو فتح له في هذا المنع في فهم أسرار المنع الذي يراه هو في نفسه منع، ما في حقيقته هو نفسه عطاء، لأن العطاء قد يكون بالوجد وقد يكون بالفقد، قد يكون بإيجاد الشيء وقد يكون بتقريبه وقد يكون بإبعاده، قد يكون بحصوله وقد يكون بانقطاعه يعني بفصله، قد يكون بوصله وقد يكون بفصله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأحوال وفي كل هذه التقلبات والتصريفات الإلهية يريد أن يتعرف، ويريدك أن تعرفه، فهو يرسم لك خطة ويرتب لك برنامج لأجل أن تعرف جماله وجلاله، لأجل فأن تعرف إحسانه وإنعامه، لأجل فأن تعرف كرمه وقهره، بره وقهره كما عبر عنه شيخنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عرفت إحسانه أحببته واشتقت إليه وأكثرت من شكره وحمده، وإذا عرفت قهره لأنك عبد ضعيف وما يتحرك في شيء إلا بإذن الله، فهو الحي القيوم الذي بحياة الأشياء وقامت، فهذا يجعلك بأبعد الناس عن أن تثبت لنفسك عملا أو تقديما أو تأخيرا أو إنجازا أو أي شيء، ما ثم إلا فضل الله، وإنما إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، وهذا يجعلك لا تتكبر بشيء، لأنك لست شيئا ولم أكن بعض شيء غير أن الكريم جاد وأعطى وحباني بفضله بهبات وعلى العيب بالمكارم قطع، لست شيئا ولست
الكريم غير أن الكريم جاد وأعطى وحباني بفضله بهبات وعلى العيب بالمكارم غضب. لست شيئا ولم أكن بعض شيء غير أن الكريم جاد وأعطى بهبات وعلى العيب بالمكارم غطى. ثم إلا فضله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أنه الحي القيوم الذي بحياة الأشياء فلا يحيى شيء إلا به، والقيوم الذي قامت به الأشياء فلا يقوم شيء إلا به. وين تقدر حتى توقف؟ ما بدك توقف حتى طرف العين، ما تقدر تحرك طرف عينك لو ما مولانا يحركك. إذا بد أن تستشعر هذا بأنك أنت لا شيء، وأنه لا يمكن أن يتحرك بك شيء ولا أن تقوم بشيء إلا إذا أقامك الله وأقدرك الله. لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تثبت لنفسك تحولا عن شيء إلا بتحويل الله لك، ولا تقوي على شيء إلا بتقوية الله لك. إذن قال متى أعطاك ما يوافق هواك أشهدك بره. وذلك أن أصحاب النفس اللوامة وما دونها يرون هذا الذي وافق هواهم هو عطاء، والذي خالف هواهم هو منع. وأسماء الله تعالى تطلب ظواهرها في الوجود، فلا بد أن يتجلى الله بالمنع وأن يتجلى بالعطاء. فمن أسمائه المعطي ومن أسمائه المانع، فهو يعطي ويمنع. لكن هذا العطاء والمنع لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن ترى شيئا في هذا الوجود فتظن بأن الله حاشاه سبحانه أنه ظلمه وأنه هضمه وأنه أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فبعض الناس إذا رأيت ظواهرهم تحسب أنهم في 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 في, في خير، أن تجد عنده كثير من المال وكثير من الأولاد، لكنه يعاني فراغ روحي ويعاني حسرة ويعاني ألم باطني وربما أرق، النوم ما يجيش. والآخر الذي تراه أنت زمن أو زمن وتراه ربما أعمى وتراه أعرج وتراه ربما وهو مرتاح، أعطاه الله شيء آخر باطني من السعادة ومن السرور ومن. وهذه الأمور لا يمكن أن تفسرها، يمكن أن تفسرها غير أن ينبغي للعبد أنه في الحال التي أقامه الله فيها أن يرى أنه سبحانه وتعالى يريد أن يقرب عبده منه، تارة كما ذكرنا ببره وتارة بقهره. بره مثلا بإحسانه وعطائه وإكرامه، وبالقهر لما يعني الإنسان يصيبه حالة من العجز، حالة من الضعف، وحالة من الألم ومن الضيق، يلجأ إلى الله ويعترف بأنه عاجز، وهذا يجعله يكف عن الذنوب، يجعله يعترف بالخطأ، يجعله يتمسكن ويتضرع ويلجأ إلى الله ويكون في صلة. لأن في كثير من الأحيان ما يكون القبض يعني أدعى للتوجه الله سبحانه وتعالى من البسط، أنه قل ما إيش قال في البسط إلا القليل، العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا إلا قليل، لا يقف على حدود البسط الأدبي، ولا يقف على حدود الأدبي في البسط إلا قليل. كثير من الناس ما يتجنون ويتعدون ويطغون في حالة البسط، أما في حالة القبض، في حالة المرض، في حالة الضيق، في حالة الفقر، في حالة هذا تجد هو المشغول لا بنفسه. اقتشر يطغى نال يتولى ويتنصب ويتعلى ويتمكن، يبدأ في الإذاء، يؤذي هذا بلسانه، يؤذي هذا بيده، يحتقر الخلق، يتكبر عليهم، هذا كله بسبب البسط.
أما إنه لو كان في حالة القبض لما حصل من هذا، لذلك قال ولا يقف على حدود الأدب إلا قليل إلا قليل. إذن قال الشيخ نعم، متى أعطاك الذي وافق هواك أشهدك بره، إيه ومتى منعك أشهدك قهره، أشهدك قهره. لكن يقال منع تنزلا لك فقط، أما الذي تراه أنت منع لو فسر لك لهو نفسه عطاء، سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. من ذلك الرجل الذي مات حماره، عنده دابة ماتت له، زاد مدة زاد مات عنده كلب صيد مات له، وكل ما يجوا خبروا شيء يقول فيها خير فيها خير. بعد زاد مات له الديك، عنده ديك مات له ويقول فيها خير، وهو في البادية. وإذا به بعد أيام غار عليهم قطاع الطرق على نواحيهم ومنازلهم، فما من بيت فيه حمار ينهق أو ديك يصيح أو كلب ينبح إلا غزوه، وهو بيته لم يكن فيه شيء من ذلك، فبات آمن مع أهله. فلما أصبح وجد أن القوم قد أصابوا من قومه ما أصابوه وهو سالم، فعلم أنه ما أخذ هذا إلا ليعطي ما هو أعظم، فإنه ما أخذ إلا ليعطي وما فرق إلا ليجمع. حكمة حكمة إليها كمثال، وأشياء كثيرة لو تدبرتها في حياتك لوجدت أنها لو أعطيتها في تلك الساعة لكانت مضرة لك. وقالوا لا تيأس على شيء ولا تحزن على شيء فاتك، فربما لو حصلته لكان حزنك منه أشد. ما تحزن على شيء فاتك، وربما لو حصلت ذاك الشيء الذي أنت حزين عليه كان حزنك منه أشد. يجيب لك واحد البلوى واحد الفتنة واحد المصيبة تأتيك منه، ولكن الله حال بينك وبينه لحكمة. ولكن ينبغي العبد أن يسير وفق المنهج الذي رسمه الله، لأن ذلك كما قالوا التقلبات للتعريفات والعبادات للتصريفات. التقلبات ما يقضيه الله لك يتعرف عليك كل مرة باش تتخلق بخلق، هو اللجوء إليه والإذعان له والخضوع له والانصراف عن حظوظ النفس والزهد في الدنيا، كل مرة يدير لك حاجة باش ينقيك ونقيك ما تجي الخاتمة حتى تكون صافي. إذا كنت حقيقة تريد أن تلقى الله وهو عنك راضي، كل ما تجي حاجة إذا تجد فيها حكمة لأجل تقريبك. فالعبادات للتعريفات، العبادات فالتقلبات للتعريفات لكي تعرف عليك، تارة كما ذكرنا بالإحسان وتارة بالامتحان، لأجل أن تتحقق جلاله فتخشى من سطوته وسلطته وتعرف بطش ربك، وأخرى لأجل تعرف كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه فلا تلتفت لسواه، وقد عرفك عطاءه وأراك شيئا من خزائنه. لأن الله أشياء كثيرة ما كنت مصورها تلقاها، هذا يجعلك تقر بما عند الله من كرم ومن فضل واسع سبحانه وتعالى، والأخرى تعرف ما عنده من قدرة وقهر. ولولا ذاك لطغى البشر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. فهذه التقلبات للتعريفات والعبادات للتصريفات. إذا وقع شيء لا يوافق أنت لا تلجأ إلى الله لأجل أن تصرف، يصرف عنك ما ألم بك مما لا تطيقه ما تطيقه، وإن كان هو سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلامة التعجيل بالفرج الاستسلام للقضاء والقدر،
إذا تعرفت أنك بأن سيعجل لك بالفرج إذا استسلمت لقضائه وقدره ولم تزع ولم تزع وسلمت له لحكمة، سلم لربك حكمه فلحكمته يقضيها حتى تستقر وتسلم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال خالقه فلما أسلم. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء الأمر الإلهي يقول له اذبح يذبح، من يطيق هذا؟ لكن يعلم أنه اختبار، لأن الصبر هذا هو الخلق الذي تحتاج إليه عند الدنو من نقطة الوصول، عند القرب من نقطة الوصول تحتاج إلى خلق الصبر. أما السيرة الأولى والوهلة الأولى والخطوات الأولى يطيقها كل الناس، لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا، بين النصر والهزيمة صبر ساعة، وأعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج وأن مع العسر يسرى. إذن هذا الذي لابد أن تعرفه، لأن سبحانه وتعالى لا ليضيق عليك وإنما لحكمة يريد أن يتعرف إليك، كما قال ابن عطاء الله في الحكمة الأخرى قبل هذه، قال إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. فالأعمال أنت مهديها إليه، إيه؟ نعم، فالأعمال أنت مهديها إليه، نعم، إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملها، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه؟ ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك إذا قضى عليك بشيء لأجل أن ترجع لعبوديتك والإذعان بضعفك والإقرار بفقرك والتحقق بأوصافك الحقيقية، أوصافك الحقيقية من العز ومن الضعف، لأنك إذا عرفت نفسك بالعز عرفت ربك بالقوة، وإذا عرفت نفسك بالفقر عرفت ربك بالغنى، وإذا عرفت نفسك بالذل عرفت ربك بالعظمة. ولا تنازع الله في عظمته وكبريائه، كن عبدا لله بقدر مسكنتك وعبودتك بقدر ما يرفعك الله سبحانه وتعالى، وبقدر تجبرك وتعاليك بقدر ما تستوجب السقوط. أين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أمهله الله لكن خلاص غرق. أين الجبابرة والأكاسرة والطغاة؟ لذلك لابد أن تعترف والتعرف هو مورده إليه، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. فرق بين لما الله سبحانه وتعالى يريد أن يفتح لك وجهة من التعرف والإقبال بما يحصل لك من تقلب الأحوال، وبين الأعمال التي أنت تهديها إليه. الشيء اللي جابه لك هو أفضل من الشيء اللي مقدمه له أنت. جاب الشيء اللي مقدمه لك هو مش باختيارك، لحكمة أراد أن يرد عليك شيء، فأنت تسلم وتأخذ بالأسباب في مدافعة قضاء الله وقدره بالله كما أمرك الله، مع أن القلب مطمئن لحكمة يقضيها الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تعترف بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولا تكن أبدا ضجرا ولا ناقما ولا جزعا ولا يعني كارها لما يقضيه الله تعالى ويقدره. فإذا جاءك النهار فسر، جاءك طلع نهارك فسر وفق ما أمرك الله، فإذا أظلم الليل وهو القبض فاسكن وراجع نفسك، إذا كان هذا شيء لخلل أنت وقعت فيه فتب إلى الله عاجلا، وإن التفت فلم تجد سببا فيما وقع لك من القبض في واقعك في قلبك أو في نفسك أو في مجتمعك ما وقع لك من القبض، فاعلم أنها لحكمة إلهية، والله جعل الليل للسكون، جعل الليل لباسا والنهار
مع الليل العلماء والعارفون يمثلون القبض، ساعات القبض في الإنسان مثل الليل، لابد فيها أن يسكن حتى يطلع الفجر، فإذا طلع فجره وجليت عنه تلك الحالة، لأن دوام الحال من المحال، ما تدوم شدة، الشدة ما تدوم، وإنما الله يراوح عباده بين الشدة والرخاء ليحوزوا مقام الشكر ومقام الصبر، يحوزوا مقام الشكر كن يستمروا في حالة واحدة يركنوا إليها، كما قال في الحكمة الأخرى قبضك بسطك كي لا تكون مع كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما حتى لا تكون لشيء دونه، مش ما تكونش متعلق لا بالقبض لا بالبسط لا بالليل لا بالنهار لا بالعسر لا باليسر، هذه أمور كلها عارضة، تعلق فقط بالله، أمور عارضة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم، دائما كل شيء تسير وفق المنهج، واسأل الله اللطف إنه تعبدك بالدعاء، ادعو الله أن يرزقك ما أعطى عباده الصالحين وما بلغ عبدا بالبلاء والصبر وبلغك ذلك بالنعمة والشكر، فإن يقضي الله بشيء فكن راضي راضي بكل أحوالك، ومجتهد في طلب مرضاته الليل والنهار، فإنك إذا طلبت رضاه أعطاك ما يغنيك وما يرضيك وما يكفيك وما لا تتحتسب، كما قال الله تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير ما يحسب ليك ما يعد ليك ما كن هذا كهكذا، ولا تكن متعلق بهذه العوارض والحظوظ وأحوال الدنيا، وإنما سر فيها وفق ما أمرك الله، متوكلا عليه طالبا التوفيق منه والسداد وخلاص، ولكن ما في الدنيا هذه كلها وما فيها وما يقع فيها لا تعدل عند الله جناح بعوض، كم ستحصل من جناح البعوض، فليكن همك وقصدك رضوان الله، وليكن همك وقصدك تتعلق بالله وأن تترك ما سواه، لذلك هو يراوحك بالقبض والشدة حتى مش كل شيء تعرف بأن هذه الأمور كلها زائلة، وإذا أردت عزا لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى، إذا حاب حقيق عز ما يفناش ما تبدأش شد في الرش، عز ما يفناش ما تشد في الرش، إذا أردت ما لا يفنى فاستمسك بالباقي سبحانه وتعالى، وهذا الباقي هو الساقي، يسقيك بما سقى به عباده الصالحين من المفاهيم والعلوم والأنوار والحكم والجد والجهاد، كل ما أعطي عباده هذه كل توفيق من الله، الساقي باقي، يقول واحد أنا ما أقدر، لا الساقي باقي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، تعرض فقط، خذ بالأسباب، تتوفر الشروط، تنتفي الموانع، واعلم أن الله لن يبخل أحدا وقف على بابه يسأله، هو الإنسان البسيط يجي واحد يسأله يعطيه، فكيف بالرب العظيم سبحانه وتعالى الجواد الكريم، فلا خوف وراعي الحي حي ولا ظمأ وساق القوم باقي، فلا خوف وراعي الحي حي ولا ظمأ وساق القوم باقي، هذه معاني العرفانية العالية التي تجعل العبد لا ييأس ولا يعجز، وفي نفس الوقت لا يغتر ولا يبطر ولا يعني يتجبر ولا يتعالى ولا أبدا، هو عبد الله، كما قال الإمام البصيري في وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينة ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء، رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا تستخفه السراء، إذا جاءت الشدة ما يعني لا يعجز وإنما يصمد ويثبت مستعينا بالله أن يثبته وأن يعينه، وإذا جاء الرخاء لا يطغى ولا يتجبر، يوم فتحت مكة كان صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه حتى إن عثمان لحيته يمس فخذه ويمس وسطة الراحلة صلى الله عليه وسلم، متطأطئ رأسه، لو كان جاء واحد آخر وشامخ بنيفه ورافد رأسه على الناس كامل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا ولا يرى أنه يفعل شيئا وإنما الفاعل هو الله، ثم هؤلاء الذين
لم يوافقوه وعدوه، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا العارفون المقتدون بسيد العارفين وسيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد لله بكل الأحوال. إذن متى أعطاك ما يوافقك أشهدك به، ومتى منعك أشهدك قهره. وهو كل ذلك متعرف إليك بطريق الإحسان وبطريق الامتحان، بطريق المنع وبطريق العطاء. هذه كلها طرق مع أنها في الظاهر أنها متناقضة، لكن تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي شهود عظمة الله تعالى بجماله وجلاله. تؤدي إلى واحد، تعرف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يجرب الإنسان لما يمرض ويشوف قلبه كيفاش يحيى، نسأل الله العافية. كي يمرض مثلا ولا يسيبه، يواظب على الصلاة، يواظب على الدعاء، يواظب يبتعد عن الإثم، يبتعد. شوف ساعات قرب من الله سبحانه وتعالى بسبب القبض. لذلك الإنسان يدعو الله يجعله عبد الإحسان. عبيد الإحسان هم اللي هم يضبطوا روحهم في وقت العافية، موش حتى يكبلوهم بالسلاسل باش يرجعوا. في وقت العافية ضابط نفسه. فهذا يسأل الله أن يديم الله عليه العفو والعافية في الدين والدنيا. ومع ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الذنوب، ويقع لهم الأمراض، ويقع لهم الابتلاء، ويقع لهم ما يسوءهم وما يخالف طباعهم البشرية، فيبكون ويحزنون ويؤذون ويضربون. الأنبياء مع العصمة، وجاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، وذلك أن الله أراد لهم أن يحوزوا مقام الصبر. قد قال للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لو كان واحد ما يمتحن، الأنبياء هم الذين أفضل أن لا يمتحنوا، لأنهم يطيعون ربهم ولا يعصون، ومع ذلك امتحنوا. لماذا؟ لتكون بهم القدوة، حتى يتأسى الناس بهم، كما قال وقوع الأعراض عليهم حجة، وش قال؟ وقوعها بهم تسلي حكمته، جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسلي، يعني تسلى بهم الناس. مع العصمة يمرضون مرض شديد مع عصمتهم، ليحوزوا هذا المقام، مقام الصبر، مقام الصبر في كل شيء. وفي نفس الوقت يبسط لهم من المراتب والتنزلات والبركات النازلة عليهم والتأييدات والمعجزات، هذه يعوز بها مقام الشكر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهكذا الحياة. لذلك كان من أنفع ما ينبغي أن يحفظه الطالب ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد الإنسان يلقي السماء ثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه ما كاش ما يجريش عليها في الدنيا، لازم تحفظها، مش لما تجيك أي مرحلة من المراحل قال مني من الناس، ما منا بدا ولا علينا اعتدى، وإنما هو يتعرف إلينا بهذا تارة بإحسانه، تارة بامتحانه، تارة ببره، وتارة بقهره. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. نعم. هو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود نصره عليك. متعرف إليك لأنه لا تعرف الله إلا إذا أراد أن يعرفك، ولا تؤمن بالله إلا إذا أراد لك أن تؤمن. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يجي أن يشهدك لطفه سبحانه وتعالى وكرمه وبره، وهو اللطيف الخبير. نعم.
إن لله عبادا فطلا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي الوطن جعلوها دجة وانتقلوا صالح الأعمال فيها سفلا. أعوذ بالله